مساء الحب ولا مل، هذا روح الله وروح شعب تونس. أكسيل المظفر الثاني من منفاه الباريسي المؤقت يحييكم ويشد على يديكم كالعادة. أنا ماني قلت لكم عندي سنين وأنا عايش في فرنسا، وهوني تلافس في فرنسا كي تصير عملية بشعة، جريمة بشعة، تتحول وسائل الإعلام الكل والصحافة تاكل بعضها والأخبار الدنيا كل تقف، نقل مباشر ويعدي البريفي يعني الوالي، ويعدي رئيس المنطقة والجندرمري، وتعدي الناس الكل، ويعدي حتى المواطنين الجيران بتاع وين وقعت العملية الشنيعة، جريمة قتل بشعة، عائلة كاملة تبادت. يجيب واحد من الجيران يقول والله يا ريت، والله آخر مرة شفتهم يسخفوا واللي قتلوهم ربي، لا لا يطلع هو اللي قتلهم. برشا راهو برشا يتعدى، هو اللي قتل دين أمه، تلقى يا البو يا البو والأم هما اللي قتلوا، يا العم يا الجار، جريمة بشعة. ويعديه في التلفزة كان شاهد ويبكي وينوح، وهو اللي ارتكب الجريمة هذه، معناتها اللي لا توصف. كل فرنسا وما ندراك، معناتها 65 مليون نيشوليه ساكن فيها، تتهز وتتنفض. ان كريم ابو بينابل دونك دون تيل في تاكل بعدها. يجي المجرم البشاع القذر اللي ما بيتوصفش في الحيوانية والبربرية، لا بربري، النهضة هكاك تقتل المقتول وتمشي في دفينته وتقرأ عليه الفاتحة وتستغفر له. يا زغلامي يا نهضة يا شعب تونس، سيدي هذول مدرسة الرقابة تعدات مرت مرور الكرام. ها والدولة بيدها تبيع تبيعان الكرام، بيعان العبيد، الأنجاس، المناكيد. أخي تخريب البلاد التونسية وإفلاسها مش حركة النهضة؟ انتم خاطيكم، شكون باش تحاسب يا زغلامي؟ باش تحاسب الوزارة خاطيها، الوزارة خاطيها، لأن في الوزارة تخدم بالفلوس اللي عطاوها لها وبالكادر الطبي اللي عندها. الوزارة خاطيها والوزير خاطيه. أساس العمران، أساس العمران هو جلال بريك، وأساس الخراب والدمار الشامل هو الخمج اللي تشوفوا فيه هذا كله. هاي يا سيدي يعطيك الصحة، يا أنتم خاطيكم الإخوانجية وباش تعاقبوهم اللي باش تعاقبوهم، وفات المشكلة مو عاود يطلع الخمج. كيساخ مضروبة باللنجرية شو يلزمها؟ يلزمها تتقص، ما كانش الدم يتسمم، يسمم بدمكم. ريت وقاحة أكبر من هذه؟ فم أوقح من هذا؟ وجههم وعندهم بلاطة صحيحة، عندهم رقعة صحيحة، ما يهموش. كيف اللي بوك ورثوا معاك؟ بوك مات، يطلع أكبر عدو عندكم في الحومة بوكم ورثوا.
معاك تلقاها بحديقة قاعد في الدار، وانت تجي تكلمه يقول لك لن تمر مر الكيرة. يقول لك كيفاش عملت باش بابا ورثك؟ سحرته؟ الله اعلم. انتم هكاك عطيتوا بلادي للوت الحرام، ها، وتخليهم يقول لكم لن تمر مر الكرام الحكايه بدون عقوبات، شكون باش تعاقبوا؟ شكون متسبب في الفلتان؟ مش انتوما يا اخوان جي؟ لا لا خاتيكم انتوما، نو نو خاتيكم، مش انتوما، مش انتوما، لا 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 لا، مش انتوما، مش انتوما، لأنه العيب مش منكم توما. تا واحد واحد شو واحد مش ولا القى كل ما يشتهي وكل ما يحب ما عليه كان يمد يده، رزق ماتت تم عليه. ما دام المالي ساكته، ما دام هم راضين، الزغلامي عند الحق تتمنيخ. هي تقوى، هي تخاب حزينة أنت على مصير الأولاد الصغار هذوما اللي ماتوا، وحزينة على ماليهم. في بالك، في بالكم جماعة النهضة التجاه الإسلامي اتقطعت عليهم الشهية بعد الإيكاتوم، بعد المقتل هذه، هي تساعدهم الحكاية هذه، حكاية اللي على 11 بيبي. هاكا خرجنا من حكاية الدولة الموازنة ونحكيو على 11 بيبي. 11 بيبي يا وزارة الصحة السماح فيها يا وزير الصحة، يعطيك الصحة كي استقلت ما محقق حتى. ليش ماشي؟ علي تحرم في روحك من شهرية أخي اللي باش يجيبوه في بلاستيك، ولا وزير الشباب والأخرى اللي باش تو باش تحط شد بلاستيك باش تعمل حاجة كبيرة. هي في الرياضة وحايرة، في الرياضة وحايرة، بتحيرش في الصحة لما تغرق في الصحة. شنو اللي باش تعملوا توا؟ شنو اللي باش تعملوا؟ تسبوا في الفيسبوك، تسبوا في الفيسبوك وتبارتاجيو، الانتخابات جايه جايه وباش يربحوا في الانتخابات. ما هو كعبير بوسي باش تربح، يا فرحتي بيكم. انتوما مثلا تلموا معناتها الدولة ما عندها حتى قيمة، حتى شيء. فما فريق اسمه النادي الإسماعيلي والإسماعيلية في مصر، غز باسبور متاع الجوار التونسي، قالوا ما نعطيكش الباسبور متاعك ما نرجعهولكش. هو أصلا علاش ديجا يستحفظ له بالباسبور متاعه؟ موك عرفت الايدونتيتي متاعي، يعمل فوتوكوبي ورجع لي الاوريجينال. شنو مستحفظ له الباسبور هذي؟ هذا برضا الدولة التونسية رضيته. هذه حكاية الكفالة في السعودية وفي عند العرب جملة، وطلعنا عندك المسخين المساروة، أكل المسخين المتنين، فول وطعمية متاع الزب. فول وطعمية متاع نعم. قالوا له يا تصحح اللي انت ما عندك حد شيء عنا، ويا الباسبور نتاعك هو هنا مغزوز. كي مشى يشكي للسفارة، سفارة تونس قالت له اسمع ايش بينا نعاونوك، نحن لو نعطيوك شهادة عذرية اللي انت تونس تروح بيها، بليسي باسي تروح بيه، اما الباسبور ما نحبوش نعملوا مشاكل مع النادي. يعني تخافوا من النادي؟ ما كان يكلمكم السيسي ايش تعملوا؟ كان هذه وزارة الخارجية نتاع تونس تخاف من فريق نتاع كرة قدم اسمه النادي الإسماعيلية، أكل منيكيل المساروة. عذاب عذاب بلاد العذاب والعبيد. وزارة الخارجية تستحي أنها تسترد حقها، ملكها، في الباسبور نتاعك مش مكتوب عليه هذا الجواز على ملك الدولة التونسية؟ فريق نتاع قعار مساروة ومسخين منتنين جاهلين مسلمين يصليوا مؤمنين بربهم،
فاكين باسبور بتاع تونسي، والسفير قالوا راي ميسيرش ميسيرش، هي خبي تريمتك خبي ترمتك، هتوكي تروح لتونس نرقعوا هيلك، نخيطوا لك نعملوا لك رزة غرزة على التفتيق اللي عملوا هيلك. هذه رب مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا، أنا نطرد دي الرب من الوجود حتى نبقى نهزم ويتمنع. أنا حتى تاريخ مصر مش بيتكرر، سي كيفاش بركنا فيها 250 سنة شي شانك في كل الميادين. مبروك فيكم ولادكم، شو ولادكم قطعوا لهم ترمهم في الرقاب، مدير الرقاب رجع يخدم حر طليق، ولاد صغار مفلوقين الشرج هكو ليه، مش فما مفلوقين، مش فما كل مفلوق. انا بالنسبه لي انا كل مفلوقين شرج، خرج يحوس البنية فضيلة، ذي فضيلة بالحاج مش ليه فضيلة، ذي تونسية اللي حطيناها في الحبس، مرأة ضربت والي بكف حتى 5 سنين، هذا ينفتق ترمي الولاد صغار روحها، سي تري انكوراجون، سي ان ابيل ا تو لي بيدوفيل دو موند، فوني فير سكو فولي شي نو، و سري جامي بورسوفي ني بور شواسي ني بور شاسي ني بوني. مش دعوة هذه، مش دعوة اي خلينا من حكايته ولاد الصغار هذا من اللي ماتوا. انا في بالي الدولة هي اللي ميتة، اللي يحب يتعش اللي يحب يتغشش ويحب يعاقب يعاقب الدولة يطردها. سيبون هذوما من هذوما اللي ماتوا مسكنات، خليهم مسكنات هاكا عند ربي تو يتلهى بيهم، عند ربي هذوكم عصافر الجنة يتسميهم، خليونا منهم هذوك. شنو اللي باش تعملوه تو بخلاف السبان والتغشيش والبكاء والاستعوذ بالله والاسترحام والرحمة، واطلب لهم الرحمة وادعي وداي ومن بعد. إلى متى باش تقعدوا هكا؟ إلى متى كل مرة يرمي لكم عظمة تمشمشوها؟ ونتندو الوقت النهارات قاعدة تمشي وتتقدم، قاعدين نقربوا بخطى حثيثة نحو الانغلاق النهائي للفخ الانتخابات الجاية باش تتطربق عليكم المنداف. أنبحوا قد ما تحبوا، اكرهوهم قد ما تحبوا، امشي وصوتوا ضدهم قد ما تحبوا، رابحين رابحين، قالك رابحين خاسرين ما كمش مروحين، رابحنا خاسرين رابحين، مانيش مسلمين ما مش مسلمين في السلطة، مانيش مروحين. شكون باش يخلصهم هذوما الموت؟ حكاية فارغة الموت، هذوما أطفالكم كلهم موت، كلهم موت. تو مثلا كبروا الولاد هذوما مش باش يوليو، شنو هو ستاتيستيكمو انهم الله يطلع ربي يحب رتحهم من دين والديكم. تولد شنو جنسيتك؟ جنسية تونسية، واستقرا في المكتب طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هكا نموتو خير ولا الوهم سكنات باش يعيشوا العار والذل والمهانة والنفاق والمرض والكساد والفساد اللي عايشين فيه انتم، مش ارتاحوا خير؟ ها مش عند ربي خير؟ مش هذه الدنيا دار الباطل والاخرى دار الحق؟ هما الوليدات ربحوكم في دار الحق وانتم قعدوا في دار الباطل.
النهضة تشد في أي حاجة، المفيد انتوما تغزروا أيور ما تغزروش الكلسونة. تعفن ولا مش تعفن، ولا فساد ولا لا، دولة الإخوانجية هي كل الفساد، ودولة جلال بريك سمارت ستيت اوف تونيجيا هي الخلاص وهي الحل. هاي الشعارات المرفوعة اليوم، وهذا اللي يجب يشغل بال الرأي الوطني العام الوطني. مش غلطة وزارة الصحة، مش غلطة وزير الصحة، ومش غلطة الحكومة، غلطة الدولة. التوب تاع الدونتيفريس كي تنزل هكا شنو يخرج؟ شنو يخرج؟ كروية مو دونتيفريس. به التوب تاع الدونتيفريس هذا ما فيش دونتيفريس، فيه خرا. كل ما ننزل كي يطلع كان الخرا، ولا الدولة هذه دولة الخرا، ماش دونتيفريس. واحد ما يضربنيش يا رب قرح في العينين زاد من العصب. هاي ليلتكم سعيدة.